هذه الشيلة إهداء من أم عمرو إلى أختها الغالية هاجر نجيب الورافي بمناسبة التخرج. إيش ماخي والرأس عالي يا سليلة الرجال تراحيب تقعد يوم حققت المنالي بالتخرج والشهادة يوم حققت المنالي يا هاجر بالتخرج والشهادة شمخي والراس عالي يا سليلة الرجال يوم حققت المنالي بالتخرج والشهادة ألف مبروك وتهاني هاجر يا ست الحساني حقق الله الأماني يا عسى أيامك سعادة بالتخرج والنجاح لابسها أحلى وشاحي من بعد جد وكفاحي تستحقين الإشادة هاجر يا بنت الورافي أنت مضرب للمثال بالعزيمة والفعالي يتعب تجني حصادة طب الأسنان هو مجالك والتفوق من خصالك يا فخر ربعك وأهلك والفخر لك دوم عادة فيك زين وفيك طيبة هيبتك عن ألف هيبة وفيك الأوصاف العجيبة والحالة بنحرك قرادة انت شيخ بالمراجل له ثبوت وله دلائل ذا نجيب والرأس طايل واسمه يحوز الريادة وامك الغالية تفاخر فيك وتفرح بالبشاير طيبها واسع وزاخر ما تطول هالنقادة وأهلك شيوخ العوالي عزوة تلقى المعالي أهلي طالت ونزالي كل مجدهم عمادة ورا فيها للعز والهيبة مجد يحلون الصعيبة لابتن دايم مهيبة والصعب حل عقادة والختم عهد الرياحين لك يا هاجر حنا مهنين وكلنا باسمك فخورين يا عسى سنينك سعادة يا عسى سنينك سعادة والخاصة جوال 05